أكبر من مرتبات فرقة 15 قوات خاصة وهزيويتها. أنا العريف طالب سطيلي من مرتبات الفوجمية مدفعية وهذه هويتي. أنا العريف خالد حبر من مرتبات فرقة 15 قوات خاصة وهذه هويتي. نعلن انشقاقنا عن الجيش الأسدي وانضمامنا للجيش السوري الحر، وذلك لأسباب عدة، منها إعطائنا أوامر بقتل المتظاهرين السلميين وما رأيناه من مجازر ترتكب في حق القرى والمدن التي خدمنا بها، وإننا نعاهد الله والشعب بالدفاع عن المتظاهرين ووقوفنا مع مطالبهم المشروعة.